في حالة مقاطعة أختي بسبب خلعها الحجاب، هل أصبح قاطعا للرحم؟ مع العلم أني أعلم أن النصح لن يفيد، ومع العلم أن باقي أفراد العائلة لم يقوموا بمقاطعتها، وإني قمت بذلك حتى أنكر هذه الظاهرة المنتشرة. مع الأسف أن أبي وأمي رافض لما أفعله، ويتهمون بأنني قاطع للرحم وأني عاق. هي المقاطعة أو الهجر كما يسمونه في الشريعة، الهجر لاثنين: الهجر للمنحرف سلوكيا وللمنحرف عقائديا. المنحرف سلوكيا هو الذي يفعل الكبيرة ومنها خلع الحجاب، والمنحرف عقائديا هم أهل البدع، وهؤلاء مقاطعتهم هي نوع من العلاج، لأنك إذا قاطعته سينزجر، خاصة في السابق إذا قاطعه عالم متبع أو كذا قاطعه الناس، فيشعر بالوحدة ويشعر بالضيق ويشعر بكذا. كذلك إذا قاطعه الآن مثل رب الأسرة قاطعه، فيقاطعه الأهل كلهم متابعة له، فيشعر كذلك بالضيق فيرجع إلى الحق. فالمقاطعة دواء، إذا كان هذا الدواء ينفع نستعمله، إذا كانت هذه المقاطعة تنفع معه يحزن لهذه المقاطعة، فلان لماذا تقاطعه؟ أنت فعلت كذا، أنت فعلت كذا، أنت كذا، أنت كذا، فيرجع إلى الحق لأنه يحب هذا الإنسان ولا يريد فراقه ولا يقبل مقاطعته ولا كذا، فهذا لا بأس به، هذا علاج. أما إذا كانت المقاطعة لا تنفع بل قد تضر، فهنا لا أنصح بالمقاطعة، بل بالنصيحة والدعاء والتوجيه، هذا أفضل والله أعلم.